طيب، هناك نقطة أخرى أيضا يعني أحتاج إلى تفسير لها أستاذ كامل. في أي إطار رأيت دعوة الرئيس الأوكراني لمقاتلين متطوعين من دول أجنبية للقتال إلى جانب جيشه في مواجهة روسيا؟ طبعا هذا من حقه، من حق أي دولة تتعرض لعدوان، وأوكرانيا تتعرض لعدوان صارخ وهائل وكبير وغير مبرر مطلقا ولا سبب له على الإطلاق. أوكرانيا دولة لم تعتدي على أحد، لم تشكل خطرا على أحد، ولا تأكل حقوق أحد، ولا تظلم أحد، وعند مشكلة فقط أن تعيش بسلام بجانب هذا الوحش الروسي الذي يهجم عليها كل عدة سنوات مرة كل عدة سنوات ويقدم من أراضيها. وهذا الأمر قديم منذ وقت طويل، يتكرر ويتكرر، والأوكرانيين بدهم حل. فإذا في من حق الرئيس الأوكراني أن يطلب ذلك. وأيضا المقارنة مؤلمة، لأنه المتطوعين الذين يأتون إلى سوريا يعتبرون إرهابيين، بينما المتطوعين الذين يذهبون إلى أوكرانيا لا يعتبرون إرهابيين وإنما يعتبرون أبطال. ولفت نظري طبعا كلام وزيرة الخارجية البريطانية، قالت البريطانيين مسموح لهم يروحوا يقاتلوا في أوكرانيا، وعندما يعودون سوف يعودون أبطال. هذا لم يحصل في سوريا أبدا. الفوارق موجعة للشعب السوري، بس مع ذلك الشعب السوري سعيد جدا. أسعد شعب في العالم الآن هو الشعب السوري، لأنه هذا الوحش الروسي وقع في فخ أوكرانيا، وهو يتألم، وهو يدفع ثمن غالي اقتصاديا، وكل يوم تأتيه جثث، وطائرات البيركدار التركية تفتك به فتكا مرعبا، وهذا يسعد السوريين سعادة كبيرة. ولكن بنفس الوقت نشعر بغصة إنه العالم لم يعاملنا كما عامل أوكرانيا، ولا بأي شكل من الأشكال.